نبدأ يلا. أخباركم إيه؟ هنبدأ نكمل على اللي فات، هنعمل بس ريفيو صغيرة كده على الفيس بلين، وهناخد مسألة بالشكل ده كده. الراجل عايز يعمل درو الفيس بلين ومديلي إكس دبل دوت بلس المودولس بتاع الإكس دوت، الكلام ده بلس الإكس بيساوي صفر، وعايز يرسم الفيس بلين. وطبعا أنتوا عارفين إن أنا أقدر أفك المعادلة دي بمعادلتين، صح كده؟ المعادله الاولى بتاعتك ان هي هتبقى عباره عن اكس دبل دوت الكلام ده بلس الاكس دوت الكلام ده بلس الاكس بتساوي صفر، والمعادله الثانيه هي عباره عن اكس دبل دوت ماينس بقى الاكس دوت الكلام ده بلس الاكس بتساوي صفر. بس امتى دي وامتى دي؟ ايه الكونديشن ده اقدر اقوله؟ امتى الراجل ده؟ مين اللي اكبر من الصفر؟ الاكس دوت اكبر من الصفر، يبقى في حاله ده اكس دوت اكبر من الزيرو، انما ده في حاله ده اكس دوت اصغر من كام؟ من الصفر. وعايز احل المساله، فالمساله بقت حاجتين، مره الجزء اللي فوق ومره الجزء اللي تحت، فبقى كان عندي اتنين سيستم عندي في نفس الوقت. وبالتالي ففي البدايه قبل ما احل واجيب السنجلر قبل ما احل لازم اجيب حاجه اسمها السنجلر بوينت بتاعتي، والسنجلر بوينت بتاعتي المفروض لازم تكون عند 0 0 عشان اقدر اقول لك السيستم مباشره نوعه ايه، سواء اذا كان ستيبل نود او ستيبل فوكس او ان ستيبل نود او فوكس او اذا كان سنتر او ساده، صح كده؟ وبالتالي فهضطر ان انا اروح اجيب الاكليبرم بوينت بتاعتي، وعشان اجيب الاكليبرم بوينت بتاعتي فكان لازم اجيب دي اكس دوت الكلام ده باي دي اكس دوت بتساوي كام على كام؟ اللي هو المفروض بتساوي صفر على صفر، اللي هي اصلا هتساوي، حد يعرف يقول؟ نبدأ في رقم واحد، يبقى أول حاجة الحالة الأولى اللي هي في الحالة دي، ده رقم واحد وده رقم اتنين، أحسب السنجلر بوينت هنا والسنجلر بوينت هنا. الأولانية أنا أقدر أشيل الإكس دبل دوت ده وأقدر أحط مكانها هي عبارة عن إكس دوت دي إكس دوت الكلام ده باي دي إكس، صح كده؟ ده طبعًا باي دي إكس هنا. طيب وبالتالي فنقدر اقول لك يبقى الدي اكس دوت الكلام ده باي دي اكس بتساوي، ودي دول هناك بالسوالب يبقى سالب الاكس دوت الكلام ده ماينس الاكس مقسومه على الاكس دوت الكلام ده بتساوي صفر على صفر. ده معناها ان الايكويشن ده بيساوي صفر والايكويشن ده بيساوي صفر، فانا عايز القيمه بتاعت السنجلر بوينت اللي تحقق الاثنين ايكويشن دول. فاللي تحت ده معناها ان الاكس دوت بتساوي صفر، يبقى منها الاكس دوت بتاعتك بتساوي صفر، عوض في اللي فوق فتدي لك الاكس بتاعتك بتساوي صفر، وبالتالي فالسنجلر بوينت بتاعتك عند نقطه كام؟ صفر وصفر. طالما عند نقطه صفر وصفر يبقى هروح اخد المعادله دي واجيب لها الكاركترستيك بتاعتها، تبقى عباره عن لامدا تربيع الكلام ده بلس لامدا الكلام ده بلس واحد بتساوي صفر، واجيب لامدا واحد واثنين واشوفها بكام. لما اروح اشوف لمضه واحد ولمضه اتنين فهتلاقي ان الناتج بتاعهم طالع سالب نص الكلام ده بلس اور ماينس جي جذر 3 على 2، سالب نص بلس اور ماينس جي جذر 3 على 2. وبالتالي فالاثنين عندك في الليفت هاند سايد وفي الكومبلكس، يعني الروتس دي هتبقى موجوده بالشكل ده كده، ويبقى السيستم هنا ستيبل فوكس، يبقى ستيبل فوكس عند نقطة صفر وصفر اللي هو السنجلر بوينت بتاعتي، صح كده؟ طيب نخش على التانية، التانية كان الفرق بس الوحيد اللي هو السالب بتاعي، وبالتالي فأنا برضو يبقى دي اكس دوت باي دي اكس بتاعتك هتساوي سالب الاكس دوت ده هيروح هناك بالموجب يبقى اكس دوت ناقص الاكس مقسومه على الاكس دوت بتساوي صفر على صفر. ده معناها ان الاكس دوت بتاعتك بتساوي صفر، عوض بيها فوق فتدي لك برضه الاكس بتاعتك بتساوي صفر، وبرضه يبقى السنجلر بوينت بتاعتها عند صفر وصفر. بس المعادله بتاعتها بقى تبقى لامدا تربيع الكلام ده ماينس لامدا الكلام ده بلس الواحد بتساوي صفر. اروح اجيب الجذور بتاعتي لامدا واحد واثنين واشوفها بكام. لما رحت اجيب الجذور بتاعتها لقيت ان الجذور بتاعتها طالعه كام؟ واحد بلس اور ماينس جي جذر 3 على 2. و
وبالتالي فالروتس بتاعتك تبقى موجوده في الرايت هاند سايد وكومبلكس بالشكل ده كده. وبالتالي فالسيستم بتاعك انستيبل فوكس. فيها مشكله؟ وبرضو عند مين؟ عند الصفر والصفر. تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز ارسم الرسمه بتاعتي، رسمه الراجل ده لوحده فهو ستيبل فوكس عند نقطه 0 0 وبعمل بالشكل ده كده. ده ستيبل فوكس صح؟ وان ستيبل فوكس عند النقطه دي فالمفروض طالع من نقطه 0 0 ويعمل بالشكل ده كده. والراجل ده كان داخل بستيبل فوكس بالشكل ده كده. انا بقى ده سيستم واحد صح؟ مش اتنين سيستم، فانا عايز الفيس بلين بتاع السيستم كله على بعضه. هيبقى شكله ايه؟ هنبدا نشوف، نرسم الرسمه بتاعتنا. نشيل ده كده. ما هو كده كده عندهم اصلا الاثنين، مش تفرق معايا. ايه اللي معادله واحده؟ ماشي مش تفرق معايا. لا ده السنجلر بوينت بتاعتي. ماليش علاقة بالقيمة بتاعتي. ماشي اوكي بقى، ما اباوت القصة دي مش بالظبط، بس هي برضو السنجلر بوينت مين؟ عند الصفر والصفر. طيب عايز ارسم بقى الرسمة بتاعتي، ادي الاكس وادي الاكس دوت. انت بتقول لي ان الايكويشن الاولانيه دي طلعت السيستم بتاعك ستيبل فوكس، والايكويشن الثانيه طلعت ان السيستم بتاعك مين؟ ان ستيبل فوكس صح كده؟ طيب ايه اللي يفرق الاولى عن الثانيه؟ المنطقه بتاعتها. الراجل ده ستيبل فوكس امتى؟ لما اكس دوت اكبر من الزيرو. اكس دوت اكبر من الزيرو ده فين؟ الجزء انهي جزء؟ اللي فوق صح؟ يبقى الجزء اللي فوق السيستم بتاعك ستيبل مين؟ ستيبل فوكس. طب والجزء اللي تحت؟ ان ستيبل فوكس. وصلت كده؟ فالراجل لو انا فرضت انيشال جايه من هنا يقول له ايه؟ انا المنطقه دي منطقه ستيبل فوكس صح؟ والمنطقة دي منطقة انستيبل فوكس صح ولا غلط؟ طيب يبقى الراجل ده لو بادئ بينشل من هنا يقول له استيبل فوكس مع الزيرو والزيرو، فنازل يعمل استيبل فوكس مع الزيرو والزيرو، المفروض يلف صح؟ الراجل قال له مين؟ انستيبل فوكس. يعني ايه؟ يعني اطلع بره. وصلت؟ او بمعنى اصح لو حد مش عارف يجيبها يجي كده، ده الاستيبل فوكس صح؟ الان استيبل فوكس بيعمل ايه؟ بيطلع لبره صح؟ الراجل اللي كان بيدخل بقى فيه واحد مقابل له مين؟ بيطلعه، يبقى دول التلاشوا بعض ويبقى الناتج بتاعي هو ده. وصلت؟ لان الاثنين في المنطقه حوالين الزيرو والزيرو عكس بعض، واحد بيقول له ستيبل فوكس والتاني بيقول له ان ستيبل فوكس، فيطلع بره من بره. فاهم مشكله؟ ده كده لما كنا شغالين ايكويشن. طب لو انا هبقى هشتغل على سيستم بقى، تعال نبدا بسيستم نشوف الكلام ده على السيستم ده هيتم ازاي. عشان اشتغل على سيستم فانت عندك حاجتين، يا اما تشتغل على لينير سيستم يا اما تشتغل على نون لينير سيستم. لينير سيستم ده يعني معناها ان جميع الاليمنت اللي موجوده فيه كلها لينير، انما النون لينير سيستم ده ممكن يبقى فيه نون لينير وفي مين؟
وفي لينير عادي، بس هو بيحتوي على نون لينير إليمنت، صح كده؟ طيب تعال نشوف النهارده اللينير سيستم. لو انا هشتغل على لينير سيستم ايه اللي هيفرق؟ عندك حاجتين، لا اما كنت انت بتقول لي انا برسم ما بين الاكس والاكس دوت. طب الاكس والاكس دوت ده بالنسبه لي عندي كسيستم هي عباره عن الايرور واللي تشينج اوف ايرور. ايرور بتاعك علاقته ايه باللي تشينج اوف ايرور بتاعك علاقته ايه؟ صح كده؟ انا قيمه الايرور دلوقتي كذا، طب واللي تشينج بتاعها بتتغير قد ايه؟ كل ما اللي تشينج اوف ايرور بتاعك بيكبر كل ما السيستم بتاعك ده بايظ شويه، صح كده؟ انما لما اللي تشينج اوف ايرور يقل معناها ان انا مين؟ الى حد ما بستقر عندي، صح كده؟ حتى لو عندي نسبه ايرور معينه، صح؟ يعني كان زمان لما كان يجي يقول لك ارسم الرسمه بتاعت الاوتبوت بتاعك فكنت بترسم لي الرسمه بالشكل ده كده، لما ده بيستقر غير لما يكون عندك ده قاعد شغال كده. الراجل ده في تشينج اوف ايرور، لو رحت ترسم الايرور المقابل له هتلاقي الايرور المقابل للاولاني كان معمول بالشكل ده كده واستقر خلاص، ما عادش فيه ايرور، بقى بزيرو او بقى بقيمه معينه قريبه من الزيرو. انما السيستم الثاني ده فالايرور بتاعه بقى بالشكل ده كده، ما الاوسيليشن اللي حصلت في الاوتبوت بتحصل فين؟ في الايرور، لان فرق الاوتبوت بتاعك من فرق الستيت ستيت فاليو اللي المفروض يستقر عنها في تشينج عندك، وبالتالي فالتشينج اوف ايرور برضه شغال كده. وصل كده؟ يبقى انا كل اللي عليا بدل ما كنت برسم على الاكسات هرسم على الايرور نفسها، او كنت ممكن ارسم على الاوتبوت نفسه. يعني لو فرضت ان الاوتبوت بتاع السيستم بتاعك اسمه سي، فانا ممكن ارسم الاوتبوت والتشينج اوف اوتبوت اللي هو الايرور اللي هو الاوتبوت بتاعك مين؟ تفاضل الاوتبوت بتاعك ده اللي تشينج اوف اوتبوت بتاعك. بس طبعا الديفولت بتاعي ان انا بشتغل على الايرور، يبقى الايرور واللي تشينج اوف مين؟ واللي تشينج اوف ايرور مقداره قد ايه؟ اللي هو الريت بتاع التغير بتاع الايرور عندك قد ايه؟ طيب وبالتالي في اي سيستم لازم بدل ما كنت المعادله بتاعتي بديها لك اكس دبل دوت وهكذا، فانت لازم تطلع لي في اي سيستم سواء اذا كان لينير او نون لينير معادله الايرور ايرور دبل دوت بتساوي كام. مجرد ما وصلت لمعادله الايرور دبل دوت بتساوي كام بقت كانها سيستم، بقت كانها ايكويشن عاديه خالص. يبقى كل الهدف ان انا عايز اوصل السيستم بتاعك لمين؟ لمعادله ايرور دبل دوت بكام، ويبقى زيها زي اي ايكويشن عندك سواء اذا كان السيستم بقى لينير سيستم او نون لينير سيستم، اوصل لمعادله مين؟ الايرور دبل داش بكام. وصلت؟ تعال نشوف مساله. ونبدا على اللينير سيستم عندي ونشوف مساله كده هتقول ايه. راجل مديني مساله بالشكل ده كده، بيقول لي ده الانبوتس بتاعك مسميه ار اوف اس، ومدي لك اللي فوق ده 4 على الاس اس باور 2، وهنا كي في الاس الكلام ده بلس 1، ومدي لي ده مسمي الاوتبوت سي اوف اس، وبيقول لي ارسم الفيس بلين طبعا هيبقى ما بين الايرور والايرور دوت، تمام كده، عند الكي مره بتساوي صفر ومره الكي بتساوي واحد، وبيقول لي ان الانبوت اللي داخل للسيستم ار اوف تي بتساوي 4 تي بلس 2، وبيقول لي ان السيستم انيشاليزيشن عند ات ريسيت. سيستم انيشاليزيشن بريسيت يعني معناها ان في حاله الزيرو عند الزيرو مفيش اوتبوت للسيستم، سيستم الاوتبوت عند صفر بتساوي صفر، يعني السي اوف صفر قيمتها بتساوي صفر. وصل كده؟ تعال نبدا نشوف ده الار اوف اس، فادى الايرور بتاعك هو بالشكل ده كده. كل هدفي ان انا اوصل لايرور دبل داش، لان انا برسم الفيس بلين على الايرور دلوقتي، فزي ما كنت برسمها على الاكس والاكس دوت هرسمها على الايرور والايرور دوت، وبالتالي فانا عايز اوصل لمعادله ايرور دبل دوت بتساوي كام؟
تعال نبدأ كده. إيه رأيك لو قلت لك إن السي أوف الإس على الإيرور أوف الإس بتساوي 4 على الإس تربيع؟ فاهم مشكلة؟ مش الراجل ده بيتضرب في ده عشان يطلع الأوتبوت ده؟ يبقى السي أوف الإس اللي هو السي على الإيرور الكلام ده بيساوي 4 على الإس برضو. طرفين في وسطين وخد لابلس إنفيرس. يدي لك مين؟ يدي لك سي دبل دوت بتعمل بتساوي 4 في الايرور. صح كده؟ طرفين في وسطين وخدت لابلس انفيرس يبقى سي دبل دوت بتساوي كام؟ 4 في الايرور. طب تعالى كده هات معادله الايرور من الجهه دي. مش الايرور ده هو خارج السمشن دي؟ يعني هي عباره عن الار في الاس ناقص اللي جاي من هنا، واللي جاي من هنا هو حاصل ضرب السي مضروبه في الكي اس بلس 1. وبالتالي فانا اقدر اقول لك ان الايرور بتاعك في الاس دومين بتساوي الار بتاعتك في الاس دومين الكلام ده ناقص الكي مضروبه في الاس الكلام ده بلس 1، كل دول مضروبين في السي وفي الاس. يعني معناها ان الايرور بتاعك في الاس دومين بيساوي الار في الاس دومين ناقص الكي في الاس في السي اوف اس ناقص السي اوف الاس. فكد دي بس. اقدر اخد لها تفاضل صح؟ لابلس انفيرس لها الاول كده. لابلس انفيرس لها يبقى عباره عن مين؟ ان الايرور بيساوي الار اوف تي صح كده؟ ناقص كي مضروبه في السي دوت الكلام ده ناقص مين؟ ناقص السي. فيها مشكله؟ طيب بعد ما عملت القصه دي هعمل ايه؟ تعالى كده. ايه رايك لو فضلت دي مره؟ انا عايز اوصل لمين؟ للايرور دبل دوت. انا عندي الايرور. طب ايه رايك لو عملت ايرور دبل دوت؟ يبقى الايرور دوت هتساوي الار دوت ناقص الكي مضروبه في السي دبل دوت ناقص السي دوت. طب والايرور دبل دوت اللي انا عايز اوصل لها هتساوي الار دبل دوت ناقص الكي مضروبه في السي تريبل دوت ناقص السي دبل دوت. صح؟ بس انت لما كنت شغال في الاكسات في الحاجات الايكويشن كانت المعادله كلها اكسات اكس دبل دوت اكس دوت اكس صح؟ وانا هنا في عندك ايرور وعندك سي وعندك ار، يبقى لازم اتخلص من مين؟ من السيهات والارات، لازم اجيبهم بدلاله الايرورز بتاعتي. صح كده؟ او اجيب قيمهم، يبقى لازم لهم يكونوا لهم قيمه، اما بدلاله الايرور او اما يبقى كونستانت عندي. طب ما ايه رايك سي دبل دوت اصلا باربعه في الايرور، يبقى هشيل سي دبل دوت دي واحط مكانها اربعه في الايرور. طب انا محتاج سي تريبل دوت. طب ايه رايك لو انا خدت تفاضل الراجل ده؟ يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى السي تريبل دوت عندك هيساوي اربعه مضروبه في الايرور دوت. مش ده التفاضل بتاعها؟ يبقى هشيل الراجل ده واحط مكانه اربعه مضروبه في الايرور دبل دوت. ناقص لي بس الار دبل دوت دي بكام؟ ده الار دي مين؟ ده الانبوت بتاع السيستم صح كده؟ طب ما هروح اشوف الانبوت بتاع السيستم. الراجل قال لي ان الانبوت اللي داخل للسيستم ده قيمته 4 تي بلس 2، كان ممكن يقول لك ستيب فانكشن يونت ستيب اي حاجه اي رقم، بس هو قال لي هنا ان المعادله بتاعت الانبوت بتاعتك 4 تي بلس 2، وبالتالي فتبقى الار دوت بتاعتك هتساوي تساوي كام؟ 4 صح كده؟ تفاضل الراجل ده تفاضل ده يديلك كام؟ تفاضل ده 4 صح كده؟ والار دبل دوت بصفر. تعال اروح عوض، انت عايز مين؟ ار دبل دوت يبقى ده بكام؟ بصفر. تقدر تطلع الايكويشن؟ اقدر اطلع الايكويشن. يبقى الايكويشن بتاعتك اي دبل دوت وده يروح هناك بين بالموجب، يبقى ايه دبل دوت الكلام ده بلاس الكي مضروبه في 4 اي دوت، يبقى 4 كي في الاي دوت. والراجل سالب 4 ايرور ده يروح هناك بالموجب، يبقى الكلام ده بلاس 4 في الايرور هناك بالموجب بيساوي صفر، ويبقى دي المعادله بتاعتك. فاهم مشكله؟ تمام كده؟ طيب تعال نبدا نشوف. الراجل كان قال لي عندك بقى ترسم لي الفيس بلين عند حاجتين، مره لما الكي ده بصفر يعني الفيدباك كان قيمته بواحد، ومره لما الكي بواحد يعني الفيدباك كان قيمته اس بلس 1. يعني عندك اتنين سيستم، مره ترسمه في حاله الكي بتساوي صفر، ومره ترسمه في حاله الكي بتساوي كام؟
واحد. فبقى عندك بدل ما المساله مساله واحده بقت كام مساله؟ مسالتين، لان الراجل بيغير في الفيدباك بتاع السيستم بتاعك. طيب هروح اعملها ازاي؟ هاجي هقول ات الكي بتساوي كام؟ بتساوي صفر، صح كده؟ يبقى المعادله بتاعتك ايرور دبل داش الكلام ده بلس 4 في الايرور هتساوي صفر. تعرف تحسب السنجلر بوينت؟ لازم اتاكد السنجلر بوينت بتاع السيستم ده عندي فين، صح ولا غلط؟ طب هجيب السنجلر بوينت، يبقى اصبحت الدي اي دوت باي الدي اي هتساوي سالب 4 في الايرور على الايرور دوت. الكلام ده بيساوي صفر على كام؟ على صفر. فالراجل ده بصفر والراجل ده بصفر، يبقى كده كده السنجلر بوينت بتاعتك عند فين؟ عند صفر وصفر. طب الايكويشن ده، الايكويشن بتاعتي تبقى لامدا تربيع الكلام ده بلس 4 بتساوي صفر، صح كده؟ صح ولا غلط؟ ومنها تبقى لامدا 1 و2 بيساوي كام؟ بلس اور ماينس جي 2، صح؟ اللي هو جذر سالب 2. طب بلس اور ماينس جي 2 ده يعني السيستم بتاعك كريتيكال اللي هو سنتر، صح كده؟ يبقى السيستم بتاعك سنتر اللي هو كريتيكال، سنتر حوالين مين؟ نقطة الصفر والصفر، صح كده؟ طيب تعال نرسم، شيل ده كده ما انتش عايزه. هاجي ارسم، ده نقطة الصفر والصفر، سيستم بتاعك سنتر، صح؟ سنتر ده يعني المفروض عامل مين؟ عامل دايرة بالشكل ده كده، فده السنتر بتاعك، صح؟ بس خد بالك ده مين؟ ده سيستم. سيستم ده يعني له نقطة بداية، له ستارت بوينت، صح؟ هو بادئ منين بقى؟ لازم تحدد لي الستارت بوينت بتاعته أصلاً قيمتها كام؟ هو بادئ منين؟ هل هو بادئ من هنا؟ ولا بادئ من هنا؟ ولا بادئ من هنا؟ ولا من هنا؟ ولا من هنا؟ بادئ منين؟ من على السنتر اللي أنت رسمه ده. والسنتر ده أصلاً رسمته إزاي؟ هل هو كده؟ ولا كده؟ ولا كده؟ ولا كده؟ شكله إيه؟ صح كده؟ يبقى لازم أرسمه بالظبط. صح ولا غلط؟ يبقى عشان ارسمه بالظبط لازم يبقى في عندي نقطة انيشيال لازم تتحسب. نقطة الانيشيال بتاعتك انت لما بترسم بترسم على مين؟ على الايرور والايرور دوت، صح؟ يبقى انت نقطة الانيشيال بتاعتك هي قيمة الايرور اوف زيرو بكام والايرور دوت اوف زيرو بكام؟ ده نقطة الانيشيال. قيمة الايرور عند الصفر قيمتها بكام؟ وقيمة الايرور اللي هو تفاضل الايرور عند الصفر قيمته بكام؟ يبقى ده كده الانيشال بتاعت السيستم بتاعت الايرور بتاعي. هرجع تاني للمعادله بتاعت الايرور، فين معادله الايرور؟ ده معادله الايرور، صح كده؟ يبقى ده معادله الايرور، محتاج اجيب منها الايرور اوف صفر بكام؟ يعني لما اشيل كل تي واحطها بصفر يبقى الايرور اوف صفر بكام؟ لما تجيب الايرور اوف صفر من هنا يبقى هتلاقي الايرور اوف صفر من هنا بيساوي الار اوف صفر ناقص الكي في السي دوت اوف صفر، صح كده؟ ناقص السي اوف صفر، صح؟ يبقى هي قيمه الانبوت عند الزيرو ناقص 4 في تفاضل الاوتبوت عند الصفر ناقص الاوتبوت عند الصفر. والراجل كان بيقول لك ان السيستم ده في حاله الريسيت انيشال، يعني انيشاليز بتاعه بريسيت، اللي هو معناها ان عند نقطه الصفر ما فيش اوتبوت عنده. وصل كده؟ يعني معناها السي اوف صفر ده قيمته بكام؟ بصفر، وبالتالي يبقى السي دوت اوف صفر بصفر، وبالتالي فتبقى الايرور اوف زيرو بتساوي الار اوف زيرو، صح كده؟ يبقى ناقص اشوف الانبوت بتاعك، فين الانبوت؟ ادي الانبوت، صح كده؟ الانبوت ده لما اروح اشيل بقى تي واحطها بصفر تبقى الار اوف صفر هتساوي كام؟ يبقى ده اشيلها واحطها بصفر يبقى الناتج كله كام؟ 2، وبالتالي فتبقى الايرور اوف زيرو هتساوي 2، يبقى الراجل ده قيمته ب 2. فيها مشكله؟ طيب زي ما عملنا على الايرور هنعمل على الايرور دوت، فين الايرور دوت؟ ده الايرور دوت. يبقى الايرور دوت بتاعتك اوف صفر اهي هتساوي الار دوت بتاعتك اوف صفر ناقص الكي في السي دبل داش اوف زيرو ناقص السي دوت اوف زيرو. الاوتبوت اوف صفر بصفر فده يبقى بصفر وده يبقى بصفر.
طب والار دوت اف صفر بكام؟ بكام؟ باربع. هروح للار دوت، مش ده قيمه الار دوت؟ شيل كل تي وحطها بصفر فالناتج يطلع باربع، يبقى الراجل ده باربع، وتبقى الايرور دوت اوف صفر بكام؟ باربع. ويبقى الرسمه بتاعتك هتبدا الانيشال من عند 2 و4، ادي الاثنين عند الايرور اهو، صح كده؟ وادي الايرور دوت، يبقى 2 و4 هنا، يبقى ده نقطه الانيشال بتاعه السنتر بتاعك، صح كده ولا غلط؟ ويبدا يعمل رسمه سنتر. طبعا ما انا لو عرفت الفرق ده كده يبقى هعمل مين؟ الدايره بتاعتها، صح؟ ما انا خلاص، ما انا عارف، ما هي، ما هو سنتر حوالين مين؟ نقطه الصفر وصفر، عامل دايره حوالين الصفر والصفر. فلو انا عرفت نقطه بس على الدايره هقدر ارسم مين؟ الدايره، خلاص، لان نص قطر الدايره هو ده، صح كده؟ وبالتالي فهيلف مين؟ السنتر بتاعها. بس دي نقطه البدايه اللي هو بالشكل ده كده، ويفضل عامل سنتر حوالين مين؟ نقطه صفر وصفر. فاهم مشكله؟ طيب تعالى بقى، لو انا الرسمه بقى اتغيرت، الراجل قال لي طب اعمل السيستم تاني بس عند كي بتساوي كام؟ واحد. يبقى هروح اقول له عند الكي بواحد، ادي الكي بواحد، يبقى ايرور دبل دوت بلس الاربعه في الايرور دوت بلس الاربعه في الايرور، الكلام ده بيساوي صفر. هروح اجيب، يبقى دي ايرور دوت، الكلام ده باي دي اي بيساوي سالب اربعه في الايرور دوت ناقص الاربعه في الايرور على الايرور دوت بتساوي صفر على صفر. ده معناها الراجل بيساوي صفر، عوض فيها فوق في الايرور تبقى صفر، يبقى برضه عنده صفر وصفر. صح كده؟ مش محتاج نقل محاور ولا اي حاجه. الايكويشن بتاعتك تبقى دي لندا تربيع بلس 4 مضروبه في اللندا بلس ال 4 بتساوي صفر. هات الروتس بتاعتها تبقى بكام؟ سالب 2 وسالب 2، صح؟ ما دي هتبقى لندا بلس 2 باور 2، صح كده؟ يبقى سالب 2 وسالب 2. وبالتالي في الروتس يبقى السيستم بتاعك يبقى ايه؟ ستيبل نود، صح كده؟ يبقى ستيبل نود. طب ونقطة الانيشيال؟ هي هي القديمة، صح كده؟ مش الانيشيال هي هي القديمة؟ ما انا ما دخلتش اصلا في القصه بتاع الكي بتساوي صفر، كنت شغال على السيستم عموما هنا. يبقى الانيشال بتاعي هي برضه 2 وكام؟ و4، الانيشال بتاع السيستم بتاعي، صح كده؟ بس السيستم المره دي يبقى مين؟ ستيبل نود. يعني مجرد ما انت غيرت الفيدباك السيستم قلب من كريتيكال سيستم لستيبل نود سيستم. نقطه المفروض الستيبل نود يعني ايه؟ يعني كده، صح كده؟ انت لو هترسم ستيبل نود هترسمه كده، صح؟ صح ولا غلط؟ بس ده جنرال، صح؟ ده الجنرال، بس انت شغال مين؟ سيستم. يعني انت عندك نقطة البداية نقطة الستارت، وتقدر تحدد نقطة الستارت اصلا شكلها ايه؟ ما هو حاجة من اتنين، السيستم لا اما جاي من هنا لا اما جاي من هنا. طب هو جاي من نقطة كام؟ يبقى نقطة ستارت. يبقى هضطر ان انا هعمل نقطه الستارت بتاعتي، يبقى ده مش محتاج ان انا كده. نقطه الستارت بتاعتي 2 و4، ادي ال 2 وال 4. وبالتالي فالسيستم بتاعك يدخل بالشكل ده كده، ويبقى ده السيستم ستيبل نود. وصل كده؟ فيها مشكله؟ يبقى ده الرسمه بتاعت السيستم بتاعي. طبعا مفيش حاجه بقى مقابل لها هنا، لان ده نقطه الانيشال خلاص ثابتة في السيستم ده، ما بتتغيرش، لأن الانبوتس ثابت عندك والسيستم عندك ثابت بكل اللي فيه. انهي تاني كده؟ لا دايما بلف مع عقارب الساعه.
حلو. ما انا مستني حد يسالني، مفيش حد بيسال، هم قاعدين بيتكلموا مع بعض، مستني ان حد هنا ينطلق. مفيش. لها حلين، لا اما يدخل مباشره كده، لا اما الراجل ما يلحقش يدخل من هنا ويدخل من هنا ويلف كده. دي بترجع على حسب بعد النقطه بتاع الانش. مفروض الراجل بيجذبه ستيبل نود كده، صح كده؟ فستيبل نود على حسب هيلحق وهو بيلف يجيبه مباشره عند الصفر ولا مش هيلحق وهيعدي هنا. لو عدى هنا يبقى هيضطر يدخل من كده. وعشان ارسمها دي كده يبقى لازم ارسمها بالظبط بقى، لان لما كنا بنرسم، فاكرين اول ما بدانا الفيس جرين كنا بنرسم بالظبط، نقعد نعوض بنقط وقصه من دي. قلت لك بدل ما تقعد تعوض بنقط وتجيب المعادله بتاعت، لان انا محتاج مين؟ محتاج معادله الايرور دوت مع الايرور بتاعي عشان اقدر ارسمها لك بالظبط. قلت لك هنسكيب ده كده، لو انت قدرت تجيب لي الروتس انا اقدر اقول لك السيستم ستيبل نود ولا ستيبل فوكس والقصه دي، وهدي لك الرسمه ابروكسيميت الرسمه، شدها لك بالظبط. فعشان اجيبها بقى بالظبط، هو كده كده في الحالتين السيستم ستيبل نود. وطالما ستيبل نود يبقى حاجه من الاثنين، لا يدخل من الربع ده لا اما يدخل من الربع اللي هنا، على حسب بعد الاشاره بتاعت الانيشال دي. يعني الانيشال اللي هنا غير لما ابدا انيشال من هنا، غير لما ابدا انيشال من هنا، غير لما ابدا انيشال من هنا. لو انيشال من هنا مباشره ضامن ان هي هتدخل كده، انما كل ما ببعد عنها سيستم مين؟ بياخد وقت شويه حسب الريسبونس بتاع السيستم نفسه. وصلت؟ بس في النهايه السيستم ستيبل نود، ما بيعملش فوكس حوالين نقطه مين؟ الاكلوبرام بوينت بتاعتي. وصلت؟ يبقى لا اما هيدخل من هنا يا اما هيدخل من هنا. فيها مشكله؟ طيب نشوف كده سيستم تاني. يجيب لكم واحد فينا اللي محاور. يلا سيستم زي ده ومدي لك الانبوت بتاعك 2 يو اوف تي. يو اوف تي ده يعني معناها ستيب فانكشن، فاليو اوف تي ده اول ما تشوفه معناها ستيب فانكشن، يعني الانبوت بتاعتك داخله قيمتها 2 ستيب فانكشن. وبيقول لك مره ارسمها عند الكي بتساوي 1 ومره حط الكي بتساوي ربع وارسم السيستم. نعمل ايه؟ مين اللي يحل؟
نعمل ايه؟ عايز اوصل لمين؟ للايرور دبل دوت صح؟ اوصل للايرور دبل دوت السي على الاي بيساوي كي على اس باور 2 الكلام ده بلس 1 طرفين في وسطين يبقى الكي في الايرور سي دبل دوت بلس السي صح كده؟ صح؟ وبعدين الاي بتساوي الار ناقص ده يبقى ار في اس ناقص السي في الاس بلس 3 سي حلو يبقى الايرور دوت يبقى الايرور قصدي هتساوي الار ناقص السي دوت بلس 3 في السي بعدها الاي دوت ار دوت ايه ايه ماشي دي ماشي ايه ماشي اهي تاني انهي فوق ده ما هي دي هي دي اعمل ايه انا عايز اشيل السي ده بالضبط واشيل السي تري بالضبط بدلاله الايرور ماشي اهو يبقى سي ده بالضبط بكي في الاي ناقص السي في طلع لك سي ايه انا عايز ارسم ما بين الايرور والايرور دوت يا لهوي انا حللها بحل اشيك شوفوا الاشيك ايه سميت ده بيه فيها مشكله فيها مشكله ورحت جاي لك كده قلت لك الايرور بتاعك شيل ده خلاص هتقعد تحل هنا ايكويشن في بعضها فانا حليتها بحل بدل ما احط تجيب ايكويشن دي يعني كان الحل ان انا اجيب دبل دوت ويبقى اتنين ايكويشن واحلهم في بعض عشان اطلع بمعادله اي دبل دوت بس الحل التاني رحت جاي لك كده قلت لك الايرور بتاعك بيساوي الار ناقص السي دوت بلس 3 في السي فيها مشكله ده فيها مشكله الاي بيساوي الار ناقص السي دوت بلس 3 في السي صح صح طيب ورحت جاي لك كده اللي هو المعادله الاولانيه الايرور بتاعك مش بيساوي الار ناقص البي صح ولا غلط طب والبي على السي مش بتساوي اس ماينس 3
ومنها هتبقى البي بتاعتك بتساوي السي دوت الكلام ده ماينس 3 في السي، والسي على الاي بتساوي الكي مقسومه على الاس بار 2 الكلام ده بلس 1. يعني معناها الكي في الاي اللي هو داف ده بيساوي السي دبل دوت بلس السي. هذا المعادلات اللي هي الاساسيه بتاعتك. هنا بقى وصلنا لحد الايرور دبل دوت بتساوي كام؟ اللي هي هنا، يبقى الايرور دبل دوت بيساوي الار دبل دوت ناقص السي دبل تريبل دوت الكلام ده بلس 3 في السي دبل دوت. فضلتها مرتين صح؟ اللي احنا كنا وصلنا لها هنا. رحت قايل لك بقى تعالى بقى من الايكويشن رقم 3 اهي، ادي الايكويشن الاولى وادي الايكويشن الثانيه وادي الايكويشن الثالثه. في الايكويشن رقم 3 السي دبل دوت بتساوي الكي في الاي ناقص السي، ومنها تبقى السي تريبل دوت بتساوي الكي في الاي دوت ناقص السي دوت، واروح اعوض بيهم الاثنين. يبقى هنعوض به اهو، بقت المعادله بتاعتك تدي لك اي دبل دوت بتساوي الار دبل دوت ناقص السي تريبل دوت هي اللي تحت، يبقى عباره عن الكي في الايرور دوت الكلام ده بلس السي دوت بلس 3 مضروبه في السي. فين 3 في السي دبل دوت؟ يبقى 3 في الراجل ده، يبقى 3 مضروبه في الكي اي الكلام ده ناقص 3 مضروبه فين؟ في السي. فيها مشكله؟ طيب ناقص عندي بس ان انا اتخلص من مين؟ السيهات اللي موجوده دي. فانا عندي سي دوت ناقص 3 في السي دول، سي دوت ناقص 3 في السي اهي، صح ولا غلط؟ هي مين؟ هي البي. طب والبي هي الار ناقص الاي، هي دي اللي عندي. يبقى سي دوت ناقص 3 في سي هي البي، شيل دي كده وحط مكانها بي، بس البي ار ناقص الاي. يبقى اصبحت المعادله بتاعتك ايرور دبل دوت بتساوي الار دبل دوت ناقص الكي مضروبه في الاي دوت، والثلاثه كي دول مضروبين في الايرور هنا، وده هيتشال مكانهم البي، والبي هي عباره عن ار ناقص الاي. يبقى الكلام ده بلس ار ناقص الاي. جمع المعادله بقى كلها على بعضها، يبقى الايرور دبل دوت بتساوي الار دبل دوت ناقص الكي مضروبه في الايرور دوت، ده اي وده اي، يبقى الكلام ده بلس 3 كي الكلام ده بلس 1 مضروبين كلهم في الايرور الكلام ده بلس الار، ويبقى دي المعادله اللي عندي. ناقص بس اشيل الار، الار الراجل مدي لك الار بكام؟ ب 2 يو اوف تي، يعني ب 2، يعني قيمه 2، لان اليو اللي هو يونت ستيب يعني. فهاجي اشتغل، يبقى الار دوت بتساوي تساوي كام؟ بتساوي صفر، والار دبل دوت بيساوي صفر، يبقى الار دبل دوت ده بصفر، والار دي تبقى بقيمتها بكام؟ ب 2. وبقت المعادله بتاعتك خلاص، بقت المعادله بتاعتك عباره عن الاي دبل دوت الكلام ده بتساوي سالب الكي مضروبه، او جمعها بقى على بعضها كده عشان تبقى معادله ايكوال زيرو، يعني يبقى اي دبل دوت الكلام ده بلس الكي مضروبه في الاي دوت بلس 3 كي الكلام ده بلس 1 مضروبه في الايرور الكلام ده بلس 2 الكلام ده بيساوي زيرو، ودي المعادله بتاعتك. والراجل قال لك مره خد الكي بتساوي 1 ومره خد الكي بتساوي كام؟ بتساوي ربع، وارسم الفيس بلين بتاعتك. فكل اللي عليا ان انا هشيل الكي واحطها بكام؟ شيل ده كده خلاص، كانت نايس كده ماشي.
يبقى هشيل الكي واحطها بواحد، يبقى المعادله يبقى هنا ات الكي بتساوي واحد. يبقى المعادله بتاعتك اي دبل دوت د بواحد يبقى اصبحت بلس الاي دوت، ود بواحد يبقى 3 ناقص الواحد يدي لك 2، يبقى بلس 2 في الار بلس الاثنين بتساوي 0. صح؟ هروح اجيب الاكليبرم بوينت بتاعتك، يبقى دي اي دوت باي دي اي بيساوي سالب الاي دوت ناقص 2 في الاي ناقص الاثنين على مين؟ على الاي دوت، الكلام ده بتساوي 0 على 0. يبقى الراجل ده بكام؟ بصفر، يبقى الاي دوت بصفر. عوض هنا بقت الاي دوت بكام؟ بصفر، يبقى سالب 2 في الاي ناقص الاثنين بتساوي صفر، تبقى الاي بكام؟ بسالب 1. ويبقى الاكليبرم بوينت بتاعتك عند نقطه سالب 1 وصفر. طب هعمل ايه؟ هنقل محاور، صح كده؟ لان عشان اجيب لك اللمضات لازم يكون عند مين؟ نقطه صفر وصفر. يبقى بدل ما كانت هنا هذا الايرور بتاعك وهذا الايرور دوت ده عند سالب 1 وصفر، ادي سالب 1 وصفر. فانا عايز محاور جديده تبقى بالشكل ده كده، فهنسمي وليكن المحاور ده اي حاجه، سميها مثلا اكس مثلا، يبقى اكس والاكس دوت مثلا. ويبقى علاقه الاكس بتاعتك بالايرور هيساوي ايه؟ الاكس هيساوي الايرور زائد 1، والاكس دوت هيساوي الايرور دوت، ويبقى الاكس دبل دوت هيساوي الايرور دبل دوت. وصل كده؟ من الراجل ده يبقى الايرور بتاعك بيساوي الاكس ناقص 1، ومن الراجل ده يبقى الايرور دوت بيساوي الاكس دوت، ومن هنا يبقى الايرور دبل دوت بيساوي الاكس دبل دوت. واروح اعوض عن كل القصه دي فين؟ هنا. يبقى الايرور دبل دوت هشيلها واحط مكانها اكس دبل دوت، والايرور دوت هشيل واحط مكانه اكس دوت، والايرور هشيل واحط مكانه اكس ناقص 1. صح كده؟ وتبقى المعادله اكس دبل دوت بلس الاكس دوت بلس 2 في الاكس ناقص 2، وهنا بلس 2 فهيطير الاثنين دي، ده اللي كانت عامله المشكله. صح كده؟ ويبقى المعادله بتاعتك هتبقى بالشكل ده كده، شيل ده كده. تبقى المعادله بتاعتك هتبقى لامدا تربيع بلس اللامدا بلس 2 بتساوي صفر. صح؟ اروح اجيب الروتس بتاعتها. هي دي طالعه سالب. على فكره هي 1 ناقص 3 كي. دي سالب. العكس الاشاره عند السالب 3 كي. هتلاقي الروتس طالعه 1 وسالب 2. ويبقى السيستم بتاعك ده مين؟ واحده في الليفت وواحده في الرايت، يبقى سالب عند مين؟ عند نقطه الكلوبرام بوينت بتاعتك اللي هي سالب 1 وكام؟ وصفر. ويبقى السيستم بالشكل ده كده. تشيل ده كده خلاص. ادي الايرور وادي الايرور دوت، وانا عند نقطه سالب 1 وصفر اهي. ادي النقطه. والسيستم سدل، يبقى كاني هرسم المحاور ده كده، يبقى السدل بالشكل ده كده. ده الدايفيرج وده الكونفيرج. بس طبعا مش هرسمه كله، صح؟ كنا بنرسم كله على حسب الانيشال بتاع السيستم بادئ منين. هنا ده سيستم، يبقى هضطر اشوف مين الانيشال بتاع السيستم. الانيشال بتاع السيستم يعني هضطر اجيب الايرور اوف صفر بكام والايرور دوت اوف صفر بكام. هاجي للراجل ده اهو، مش ده الايرور وده البي، هشيلها واحط قيمتها عندي هنا. يبقى الايرور بتاعك اهو كان بيساوي كام؟ الار ناقص البي، يبقى ناقص السي دوت، الكلام ده بلس 3 مضروبه في السي. يبقى الايرور دوت بتاعتك او سوري الايرور اوف زيرو الاول هيساوي الار اوف صفر ناقص السي دوت اوف صفر بلس 3 في السي اوف زيرو.
ده بريست يعني بصفر اصلا، هو قايل ان الاوت بتاع السيستم ريست اصلا، ويبقى الايرور اوف صفر بيساوي الار اوف صفر. ده ار اوف تي ب2، يبقى الار اوف صفر تبقى بكام؟ تبقى ب2، ويبقى الايرور اوف زيرو ب2، يبقى الايرور اوف زيرو هيساوي 2. فاهم مشكله؟ طيب عايز الايرور دوت، يبقى هاخد لده دوت، يبقى الايرور دوت بيساوي الار دوت ماينس سي دوت وده سي دوت، يبقى الايرور دوت اوف زيرو، يبقى الار دوت اوف زيرو وده اوف زيرو وده اوف زيرو، يبقى ده بصفر وده بصفر. طب ار دوت اوف زيرو، يبقى هروح اجيب ار دوت نفسها الاول، ار دوت اصلا بكام؟ بصفر، يبقى اوف صفر تبقى بصفر برضه، يبقى الراجل ده بزيرو، ويبقى الايرور دوت اوف زيرو يبقى قيمته بكام؟ بزيرو، وتبقى الانيشال بتاعتك عند نقطه 2 وصفر، صح كده؟ 2 وصفر يعني معناها هنا ادي 2 وصفر اهي، 2 في الايرور وصفر في الايرور دوت، صح كده؟ ويبقى واقعه في المنطقه دي كده، والمنطقه دي مين؟ كده شغاله كده صح؟ يبقى الراجل هيجي كده هيعمل يخش على طول، يبقى يعمل كونفيرج وبعد كده يعمل دايفيرج. طب واللي هنا ماليش علاقه بيهم اصلا، سيستم ما وقعش فيهم اصلا، وصل كده؟ سيستم كان كل شغله في المنطقه دي، لان دي نقطه الانيشال بتاعت السيستم بتاعي، وطالما دي نقطه الانيشال بتاع السيستم يبقى هو بيشتغل في المنطقه دي، والمنطقه دي بتقول له كونفيرج ودايفيرج بالشكل ده كده، يبقى ده السيستم بتاعي. وصلت؟ نفس اللي عملته في الكي بتساوي واحد هعمله في الكي بتساوي كام؟ بتساوي ربع، وابدا اشتغل نفس التكنيك، هو شيل الكي واحطها بربع، واروح اشوف الاكوليبريم بوينت بتاع السيستم المره دي عندي فين، لان ممكن الاكوليبريم بوينت بتاعك تغير، انت غيرت السيستم نفسه، الكي دي بدل ما كانت بواحد بقت بكام؟ بقت بربع، فالسيستم اتغير اصلا، وبالتالي فالاكوليبريم بوينت تتغير عادي مفيش اي مشكله، واروح اشوف السيستم بتاعك هيبقى نوعه شكله ايه وارسمه عادي خالص. فاهم مشكله؟ سهله؟ شوفكم بقى المرة الجاية.